السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم شباب بنات، ربي يحفظكم. تحياتنا كل المتابعين. جانا بني بورد مكسور القاعدة مالته، سميها قاعدة. هذا تشوفوه مكسور، هو يصير هيجي، هذا المكسور مالته التقعد. بدلناها بوحدة بالة أصلي، طبعا صار الشكل والسياقة مالته كلش روعة. جربناه دا تشوفون هذا الأعرض، هذا اللي شديناه هسه، كلها بالة أصلي شدينا له ورجع تايراته نفسها جيلاتين الأعراض. وهذا مالته اللي هي هاي نفسها، هاي نفسها، هاي المربعة بس مكسورة بدلناها. شوفوا الشكل شلون صار، طبعا كلش حلو. تايرات الخلفية أعرض من الأمامية، يصير السياقة مالته كلش سهل وممتع. لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، ودعمونا بلايك. وش تحتاجون كتبونا بالتعليق. خدمتكم يا طيبين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.